السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مع المدرب محمد حمودي. واليوم نكمل مع الإنسان السمعي. الإنسان السمعي للأسف عنده شغلة واحدة، هي أخذ القرارات السريعة، يعني القرارات اللي بياخدها بصديقة بسرعة هيك، وممكن تكون شوي حساسة وممكن يتراجع عنها لأنه بتكون خطأ. هلأ أنا ذكرت امبارح هدول الناس دائما حتى تقدروا تتفاهموا معاهم لازم تحكوهم بالكلام اللي هن بيفهموه. يعني سمعني، معلش لازم أقرأ من الليستة تبع اللي حضرت لكم إياها مشان الأصوات حتى نقدر نفهم شو اللي هن بيفهموا عليه لما تحكوا معهم، خاصة إذا كان إنسان بصري عم بيحكي مع إنسان سمعي هناك بتكون مشكلة عويصة، لأنه هذا بيحكي بلغة وهذا بيحكي بلغة تاني، فلازم يكون في مترجم بيناتهم أو هني بدهم يتعلموا كيف يترجموا لبعض. هاي بنحكيها في الحلقات اللي المقاربات أو المقارنات بين البصري والسمعي. هلأ بالنسبة للكلمات، اسمع أو اسمعني، انصت شوي، انضبط، في انسجام بالصوت، اعطيني دينك شوي، رنت الفكرة عندك. هلا سمعني قلت يعني بكون قصدك انه فهمني، وكتير من الناس بتقول صوته، بتسمعه ناس بتقول صوته صوت عسل، صوته هيك فيه حلاوة طراوة. بحبش الشغلات المتنافرة، تنافر بالأصوات هاي بحس إنه فيها إيش، زي تشويش. هاي كلمة تشويش كمان من الكلمات اللي بيسمعوها لأنه من النوع السمعي. أو تسمع ناس بتقول حكوج يعني ثرثار، هاي كمان كلمات بيستخدموها. أو بقول لك لسانه بريء منه، لسانه بريء منه، لأنه هدول بيحكوا بطريقة عفوية هيك، فبتلاقيه زي ما قلت بالحلقة السابقة بشكل جو، بيعمل جو، فممكن بلسانه أوقات يزت له كلمة هيك تأذي حدا عن غير قصد طبعا، وأوقات ممكن تكون عن قصد. كثير من الكلمات اللي بيحكوها سامعين، او اذا بدي احكي لك قصة بقول لك سامع شو صار، اسمع هالقصة اللي صارت معانا من كم من يوم، فاهم منيح علي، يعني سمعني منيح، انت سامع شو انا عم بقول لك. هاي كتير بكرروها هاي الكلمات، رنت هاي الشيء براسك. فهاي الكلمات بدكم تديروا بالكم منها، لما تسمعوا واحد عم بيحكي هيك معناته ايش، معناته الزلمي هذا من السمعي. هلا احكيكم بعض الـ الايات الكريمه اللي وردت بقصه السمع. مثلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لاحظوا هنا السمع، يسمع، لا يسمع إلا دعاء، لا يسمع، صم بكم عمي، صم بكم، ما يعني إذا تمرقوا على كل آيات، يعني في ذكرت أنه 185 مرة، فإذا بتشوفوا 185 آية قديش قوة السمع عند الإنسان، قديش السمع مهم للإدراك. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة، يعني هاي السمع والبصر بدأت فيهم أنا، لأنه هدول 95% من الإدراك الإنساني. السمع بفوت على القشرة الدماغية ومن هناك بيبدأ أول إشي الإدراك تبعك، وبتبدأ تفكر
بهذا الاشي. فالانسان السمعي بهاي الطريقة بيقدر بس بالسمع بيقدر يبني ويكون شخصية كاملة. لاحظوا في ناس عمي بس سمعن يبقى شغال ويبقوا متميزين. كتير 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 من نجوم العالم اللي كانوا عمي ومنهم الموسيقيين يعتمدوا على السمع، حاسة السمع قديش مهمة في الإدراك، لذلك قديش مهمة في القرآن الكريم، قديش مهمة في حياة الإنسان، لذلك ركز عليها. هذا ما بيعني أنه كل الناس سمعيين. ولاحظوا أنه أصحاب المطبعات وخاصة بعد ما هلأ الكتب صارت غالية وصار في كتير كتير قصة الانفايرمنت والبيئة وهاي، فبدال ما يطبعوا كتب صاروا ايش يعملوا كتب سمعية. لاحظوا ادخلوا على اليوتيوب او على امازون او بعض المطابع الجديدة بتسمعوها، خلص صار في كتب مسموعة كاملة، بس حط السماعات بدينك وبتسمع الكتاب كامل بأصوات كمان كويسة. وخاصة مكتبة جرير مثلا في الإمارات هون نزلت كتب كثيرة مسموعة. السمع والبصر هدول الشخصين اللي بيكونوا عنده التنتين، هدول من أقوى الشخصيات اللي موجودة على الإطلاق. الأول قلنا البصر بيكون قوي، قرار قوي. السمعي بيكون مؤثر جدا. فهدول اثنين اذا كانوا هدول النمطين قادر انت تكونهم بشخصيتك بتكون عندك شخصية قوية جدا. واذا عجبتكم الحلقة اليوم شاركوها مع اكبر عدد حتى الناس تقدر تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.